الكتاب الأول، حوار حول العلمانية، تأليف دكتور فرج فودة. لله الحمد، نشر الأستاذ صلاح منتصر في عموده اليومي بالأهرام بتاريخ 25 يناير 1986 تحت عنوان الكفاح الحقيقي رأيا عبر فيه عن إيمانه بحتمية لجوء المرأة إلى المطالبة بعودتها إلى البيت بشرط أن تتقاضى من الدولة أجرا يساعدها على التربية. وقد أوضح ما يقصده بالتربية بأنها تربية الأولاد وأيضا تربية الرجل الزوج. وقد أكد دعواه برسالة لا تخرج عن نفس المضمون تلقاها من عضوة بمجلس الشعب. ولعله من نافلة القول أن ألفت النظر إلى أن تعبير تربية الرجل الزوج يحمل من الإهانة أكثر مما يحمل من روح الدعابة، ويبعث على التعجب أكثر مما يبعث على الابتسام، إن كان للابتسام موقعا في ثنايا هذه الدعوة المحزنة. ولعلي أنتهزها فرصة لكي أقلب مع القراء ذلك الحزن على وجهه، فوجه منه أن تواكب هذه الدعوة نهاية القرن العشرين، وأن تصدر بعد أكثر من نصف قرن على اقتحام المرأة للحياة العامة في أغلب المجالات، بل إن شئنا الدقة فيها جميعا عدا ما يقف القانون بالنسبة إليها حائلا. ووجه آخر للحزن أن يكون مضمون هذه الدعوة قوة عمل منتجة تتجاوز 5 ملايين في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لزيادة القدرة الإنتاجية كما وكيفا، وأن تتمثل وسيلة الكاتب في دفع عجلة التنمية في مصر في استبدال البطالة المقنعة بالبطالة الكاملة. ووجه ثالث أن حرية الكتابة يقابلها الالتزام بالانتقاء، وليس من الانتقاء في شيء أن يعرض الكاتب آراء شخصية تضع قيدا على حرية الآخرين وحقهم الإنساني والدستوري، وتعاند حركة التاريخ الإنساني إلى الأمام. ووجه الرابع أن ننشغل معا بدعوة لا سابقة لها في أي مكان، لأنها ببساطة غير ممكنة، ولا جدوى منها إلا شغل الرأي العام بعض الوقت دون فائدة، وزيادة استهلاك أدوية السكر والضغط والاكتئاب النفسي في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لضغط الاستيراد والاستهلاك. أما الوجه الأخير فهو ما ورد برسالة السيدة عضوة مجلس الشعب، والتي أكدت فيها نفس الدعوة مع الإشارة إلى الإسلام في مقدمة ما تدعو إليه. ولا أحسب أنها وجدت في الإسلام سندا لما تقول، وأحسب أيضا أنه من ضعف الحجة وليس العكس أن نستخدم الإسلام فيما ندعو إليه، بينما هو بريء من كل ما يعوق حركة المجتمع في سبيل التقدم تأكيدا على قيم الحرية والإنتاج والعمل. ولعلي لا أنهي هذا التعليق دون أن أتعجب من أن تتصدر لهذه الدعوة عضوة بمجلس الشعب وليس عضوة، وأن يكون موقع العضوة أن تدعو لهذا الرأي وليس أن تواجهه بدفاع مضاد. لكنه يبدو أن المتنبي كان صادقا كل الصدق حين قال لك الحمد، أما ما نحب فلا نرى، ونسمع ما لا نشتهي فلك الحمد، ولله الحمد في كل حال. حديث الطناش والجلاش. درج كثير من الكتاب والمفكرين سواء كانوا مؤيدين أو معارضين لتطبيق الشريعة الإسلامية على بدء مقالاتهم بعبارات نمطية من نوع لا يختلف أحد حكومة أو معارضة مسلمين أو أقباط على ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية، تلك قضية منتهية لا خلاف عليها وقد حسم النقاش حولها. وعادة ما ينتهي المقال بالدعوة للبدء أولا بتنقية القوانين القائمة أو التدرج في تطبيق الشريعة أو التخويف بصورة غير مباشرة من تأثير التطبيق السريع والمتعدد لها. وفي رأيي أن طرح المقولة السابقة وتكرارها يمثل نوعا من الخطأ في أحسن الفروض أو المزايدة في أسوأها، فالمقولة ذاتها غير صحيحة، فلا الجميع مؤيدون ولا القضية منتهية ولا النقاش محسوم ولا الموضوع محل الاتفاق عام، ولا حب الوطن يسمح بالخوف، ولا حب المنصب مبرر للمزايدة، ولا الكاتب أذكى من القراء، ولا القراء سائمة يسهل سحبها بنعومة إلى الرفض المقنع بالقبول، ولا نتيجة لذلك كله إلا إثارة غبار ضبابي يحجب الرؤية الصحيحة، ولا يدرك أحد معه من يسير في هذا الاتجاه ومن يسير في عكسه، ويجد فيه البعض مجالا لإثارة تساؤل له ما يبرره عن حكمة وضع العراقيل وإثارة المخاوف، ما دام الحديث قد بدأ بالتسليم والنقاش قد حسم بالموافقة. ولعل الدكتور عبد المنعم النمر قد قصد كل هؤلاء الكتاب في مقاله بالأهرام كلمة هادئة حول تطبيق الشريعة، حين ذكر متعجبا أنهم ينمقون الكلام ويعلنون على خلاف المعروف عن بعضهم أنهم مع المبدأ مبدأ التطبيق، ثم نجدهم بعد ذلك يلقون الطوب والحجارة في الطريق. ولعل تعجب الدكتور النمر يزول حين أقدم له نفسي ملقيا بالمنطق لا بالطوب، سعيدا بتلقي الرد للحجارة، مزيحا في البداية حجرا ثقيلا ألقاه الدكتور في مقاله حين ذكر أنه يخشى رد فعل إثارة ضد الشريعة بإثارة أكبر من المتحمسين لها
وتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. متعجبا من أن يتسرب إلى حديثه وهو صاحب الكلمة الهادئة سيف تهديد صريح ومعنى يخرج بالحوار عن دائرة الديمقراطية وحرية الفكر. فالدعوة صريحة لفتح الأبواب للآراء المؤيدة وتقبلها بالعناق وحملها على الأعناق، بينما كلمته مسلطة على أعناق الطرف الآخر في الحوار. إن تكلم أثار وإن أبدى رأيه فهي الفتنة، وإن عرض منطق فهو الفساد الكبير. ولعلي لا أخفي على دكتور النمر إعجابي بقدرته على الإيحاء النفسي وتطويعي لهذه القدرة في خدمة دفاعي عن قضيته، فهو يسرب بين فقرات مقاله مقولات من نوع أننا حين نشرع لن نخضع للمتطرفين ولا للمتحللين ولا لأهواء الإداريين، أو قوله ردا على متخوفين فليطمئنوا وليعلموا أن الذين سيقومون بهذا العبء سيكونون من أبصر الناس بالشريعة وظروف المجتمع، وكلها مقولات توحي بأن الأمر إلى تحقيق والشريعة إلى تطبيق. أما آراء المعارضين أو المختلفين فرد عليها تصلح له عباراته التي أوردها في مقاله الطناش يأكل الجلاش، وهي عبارة سردها تهكما على ما يتعلق بقوانين العرض بكسر العين في التشريعات المطبقة حاليا والتي لا تقيم في رأيه وزنا لحق المجتمع ولا الأسرة فيما يختص بهتك العرض، وإنما الأمر للزوج وحده، إن شاء غار واشتكى وإن شاء فتح الباب للمدعوين ورحب بهم. والذي يقرأ عبارات الدكتور ويبتسم لتهكمه يمكن أن يتصور أن المجتمع المصري قد تحول إلى مخور يرتع فيه الطناش ويستهلك على موائده الجلاش، وأن الحل في العودة إلى ما كان مطبقا من قوانين في ظل الدولة الإسلامية التي استمرت 13 قرنا، أكل فيها الطناش ما شاء حتى أدخم، وتنوع فيها الجلاش ما بين حلال سائق ممثل في الزواج الشرعي المتعدد تارة وزواج المتعة أحيانا والتسري بالجواري غالبا، أو حرام يتمثل فيما تحدثنا به كتب التاريخ والأدب من أخبار غراميات القيان وأشعار التغزل في الغلمان. بل أن الدكتور النمر نفسه لم يسلم من اتهامه في عقيدته حين دافع عن قانون الأحوال الشخصية بصفته أحد واضعيه، ذلك القانون الذي وصفه البعض بأنه يسمح للمرأة بالجمع بين زوجين، راجع شهادة أبو إسماعيل في قضية الجهاد. وبمعنى آخر، فقد أصبح الدكتور النمر في نظر المدافعين عن تطبيق الشريعة الإسلامية قائدا من قواد جيش الطناش. وبعيدا عن أحاديث الموائد الهادئة، أود أن أوضح للدكتور النمر أن ما يطرح اليوم من حديث الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية إنما هو حديث سياسة، فالقصد به بدءا وانتماء تحويل مصر إلى دولة دينية، الأمر الذي لا ينكره دعاة الشريعة والذي يقود إليه أي تحليل هادئ لتداعيات تطبيقها، وإثبات أن تطبيق الشريعة سوف يقود إلى دولة دينية أمر هين والاستدلال عليه ممكن ويسير. ولهذا فإن قصر الحديث على الدعوة لتطبيق الشريعة إنما يمثل تركيزا على وسيلة وتجهيلا متعمدا لقصد. وما دام الأمر أمر دولة ونظام حكم فما أحرانا أن نطرح سؤالا واضحا، هل نسعى إلى تكوين دولة دينية أم أننا نستهدف دولة مدنية؟ الدين فيها ضمير المجتمع وأساس من أسس ثقافته وتاريخه، وما دام الحديث حديث سياسة ودنيا فلا حرج في القبول أو الرفض ولا خوف من سيف الاتهام بالمعصية، فإباحة ارتكاب المعصية اتقاء لفتنة قاعدة شرعية. والدكتور النمر يعلم أكثر من غيره أن الدولة الدينية مرفوضة ابتداء من الأقلية ومرفوضة يقينا من أكثر المتنورين من المسلمين، حجتهم في ذلك التاريخ وحديث التاريخ ذو سجون ناهيك عن الواقع في دول مجاورة. ولو شاء الدكتور النمر أن أحدثه أحاديث يعلمها لحدثته وحدثته، وسندهم أن رافع الشعارات أنفسهم لا يملكون برنامجا لحكم ولا اتفاقا على قضية واحدة. وحسبي أن أذكر الدكتور النمر بالخلاف حول معاهدة السلام بين مكفر للحاكم ورافع له إلى أعلى عليين، مع الاستدلال في كل حال بالقرآن هو أرفع وأكرم، أو إلباس القضايا السياسية ثوبا دينيا بينما الدين أعلى وأغلى وعز. ولقد كنت يا سيدي وزيرا في عهد رجل قتله من يرفعون راية الإسلام وزعموا أن قتله كان دفاعا عن الإسلام وبسند من تعاليمه، ولا أحسب أنك قبلت تولي الوزارة معه والمشاركة في مسؤولية الحكم بجانبه إلا عن اقتناع ديني كامل بصلاحه إن كنت ترى للدين حكما، أو بصلاحياته إن كنت ترى للدين فصلا عن أمور السياسة والحكم. من يضمن لنا يا سيدي ألا يكون هؤلاء القتلة حكاما للدولة الدينية التي يدعون لها والتي تمثل الشريعة مدخلا مؤكدا إليها؟ من يضمن يا سيدي أن يحكمنا في ظل هذه الدولة العقلاء أو المعتدلون؟ بل دعني يا سيدي أذكرك بموقعة الجمل الشهيرة التي حدثت بين علي بن أبي طالب وصحبه ومنهم عمار بن ياسر وعبد الله بن عباس في جانب، وعائشة زوج الرسول وزبير وطلحة في جانب آخر، وكيف وصل القتلى إلى ما يقرب من 10,000، وقتل من دعا إلى تحكيم كتاب الله برفعه بين الجانبين،
واسألني واسأل نفسك من كان على صواب ومن كان على خطأ. واسألني واسأل نفسك هل كان هذا أمر دين أم أمر سياسة وحكم. واسألني واسأل نفسك إذا كان هذا هو الحال على يد أقرب المقربين إلى الرسول وأكثر المسلمين فهما للقرآن ونقلا للسنة، فماذا يكون الحال على يد مجموعة من ثلاث؟ إما مجموعة تخرج بنا جميعا من الإسلام ولا ترى الإسلام وجها إلا فيما تراه، وإما مجموعة لا ترى في الإسلام إلا سبيلا للحكم ولا يثنيها عن ذلك قاض في الخندار أو الحكم في المنشية، وإما مجموعة تنظر إليها المجموعتان الأولى والثانية على أنها إسلام رسمي باع رجاله دينهم بدنياهم، وحاشا لله أن يكون ذلك صحيحا. حسبي يا سيدي وحسبك ما حدث في السودان وما يحدث في قطر آخر ذكرت أنت من حديثي شيئا ولم تذكر أشياء، إن ذكرتها أو دفعتني إلى ذكرها لخرجنا معا بعكس ما خرجت أنت به. وحاول يا سيدي معنا أن تكفل نظام الحكم استقرارا وللديمقراطية تطورا واستمرارا ولمشاكل الناس حلولا علمية واقعية، وحرام أن تصرف الناس عن مشاكلهم الحقيقية في الإسكان والأجور والأسعار والمواصلات والتعليم إلى دعوة لم يستقر دعاتها على مضمونها بعد ويصورون لمن تطحنهم الأزمة أنها الحل، وحرام أن يشارك واحد منا في هذه المزايدة. وفكر معي في كيفية نقل نصف مليون من ساكني المقابر والعشش إلى مستوى معيشي وإنساني أفضل، وفي كيفية توفير القوت الضروري لأجيال تنشأ بلا مستقبل في ظل موارد محدودة وإمكانيات قاصرة. وحدثنا يا سيدي حديث رغيف الخبز للجلاش، وادعو معي الله أن يوفقنا جميعا لإعادة كلمة الحق ورفع راية المنطق والتصدي الحقيقي لمشاكل حقيقية ورفع مستوى معيشة قوم لم يسمعوا عن الجلاش إلا في أحاديث الجدود ومقالات فضيلتكم. هذا السؤال، هل تم تحريم التبني من أجل أن يعني أنت ترى الحركة المدنية الآن أو العلمانية لسه قدامها مرحلة حتى تصل هي اللاقية؟ إذن القيمة بنت فرز. ولكن كما سمعنا الحلقة اللي فاتت من العالم الجليل نيل ديجراس تايسون، سأشير في هذا البرنامج إلى بعض الدراسات التي تناولت علم Faith is in God, not in religion. And so